السلام عليكم ورحمة الله، ومعكم سي أو سي راي، مقطع جديد. ومقطع اليوم بيكون الجزء الثاني من دعم لاعبين فورتنايت العرب. في الجزء الأول سوينا دونيشن بمجموع $500. المرة هذه أو الجزء هذا إن شاء الله بيكون أكثر، بحاول أوصلها $600 بالمجموع. وفي المرة الماضية كان عبارة عن تحدي واحد اللي هو تحدي الفوز. كنا ندخل عند ستريمر نقول لو فزت جيم سولو عادي لك $100، 150 وكذا. المرة هذه لا، سوي تغييرات، وبيكون تحدي ان الستريمر يختار واحد من 5 ارقام وكل رقم عليه تحدي. لو فاز فيه بياخذ دولارات، في اشياء كمان بدون تحديات على طول ياخذ دولارات. بتكون فكرة حلوة. وقبل ما نبدأ بالمقطع حبيت اقدم شكر خاص للناس اللي استخدموا كودي في الايتم شوب، الكود اللي هو SEO. شكر خاص لكم، لان من دونكم ما كنت بقدر اسوي هالمقطع. الدعم او الدونيشن كله من كود المتجر، اللي هي $600 اللي بنسوي فيه دونيشن اليوم كلها جاي من كود المتجر، من الناس اللي دعموني في كود المتجر. فشكرا جزيلا لكم مرة اخرى، والمقطع هذا اهداء لكم انتم. والمقطع الماضي جبنا 40,000 لايك، في تحدي هالمقطع هذا نوصل 100,000، ولا مرة وصلناها في تاريخ القناة كامل، ما شاء الله. يعني اشوفه شيء صعب، ما ادري اشوفه تحدي صعب. واسف لو طولت، اخليكم مع المقطع ومشاهدة ممتعة. From town to town, from London to Taiwan, I've been all around. ومعنا أول متسابق أبو عابد. الصورة أبو عابد. طيب لسه ما بديت وأنا أضحك. أوكي شوفوا اللي بيصير، بنسوي له تحدي من نوع ثاني. طيب مرة تحدي مختلف على آخر، بنخليه يختار من بين 5 أرقام من 1 لـ 5. لو اختار رقم 1 بياخذ $10 على طول من دون أي شيء ثاني، ويروح للستريمر اللي بعده. لو اختار رقم 2 بنودي عن تحدي الكلمات، تحدي اوكي بفهمكم اياه. لو اختار رقم 2 بيكون تحدي الكلمات، ولو فاز ياخذ $100، 100 تخيلوا. رقم 3 لو اختار عفوا بنروح عن تحدي القتل، لازم يقتل عدد معين من اللاعبين واللي هو 6، لو فاز ياخذ $100. رقم 4 بياخذ $25 على طول من دون اي شيء ثاني، بنروح للسيمر اللي بعده. رقم 5 تحدي الفوز، لازم يفوز جيم سولو ونعطيه $100. هذه هي التحديات. ابو عابد اختار رقم من بين 1 إلى 5. بنرجع. اوكي ابو عابد اختار رقم من بين 1 إلى 5. 5 5. طيب خلينا نشوف شو هو 5. الله يعطيك العافيه دونيشي، تحدي الفوز $500. لا مو كذا. طيب اوكي تحدي الفوز، تحدي الفوز ابو عابد اختار تحدي الفوز. هلو خلنا نشوف هذا رقم 5 قدامكم، تحدي الفوز، لازم يفوز ابو عابد بجيم سولو عشان ياخذ $100. طيب اتوقع سهله. طيب لو فز جيم سولو عادي لك 100 دولار. خش مني غلط. $100. اوكي سوري وات دونيشن رهيب. ما ادري شو يقول. نو اي سبيك عربي. اوكي يو نو لا كاسا دي بابيل. اي نو دو يو سي. دقيقه بس يا راعي دونيشن، انا اسف ثاني بس. خذ راحتك ابو عابد اللي تريده. لو فزت جيم سولو عادي لك $100. والله شف انا من اسوأ الاشياء اللي عندي اني العب سولو، ما اقدر افوز بالسولو. رغم ان في ناس مستواهم اقل من يفوز سولو كثير. ليش؟ انا مخ ما فيه، تخطيط ما فيه. طيب شوفوا ابو عابد يقول انه مستواه تعبان في السولو، لذا بنخليه يختار رقم ثاني. طيب اختار رقم من 1 إلى 4. دونيت. What are you watching? Hello. اختار رقم من 1 إلى 4. اوكي. هاي. الله يسلمك. هاي هلو. اختار من 1 إلى 4، 3. طيب هالمرة اختار 3. اوكي بنشوف شو بيطلع لنا هالمرة. بنشوف شو يطلع لنا هالمرة في رقم 3. رقم 3 تحدي القتل. يوهو ابو عابد كله يطلع لي اشياء تعريقية. ايش اسوي انا؟ والله شوف سويت اللي علي. طيب خلاص شوفوا، لو قتل 5 في هذا الجيم بياخذ $100. طيب بنسوي دونيشن $100. او صح ذكرت ان احنا قلنا في البدايه 6 مو 5. خلينا نكتب الحين، لو قتلت 6 في هالجيم بتاخذ $100.
لو لو قتلت ستة في هالجيم خلي الجيم الجاي تكفى. تم الجيم الجاي بقول انه تم. ولا يمكن الجيم ذا عطني جيمين جيمين. اوف اوف شوف الغش والنصب والاحتياط. لا الجيم الجاي الجيم الجاي. لا الجيم الجاي الجيم الجاي الجيم الجاي الجيم الجاي تكفى. الجيم الجاي الجيم الجاي. ما تفاجئني كذا. الجيم الجاي تم. خلاص اوكي الجيم الجاي. صراحة احنا فاجأنا اوكي عشان نكون صريحين. صراحة شباب احنا فاجأنا في الدونيشن كذا باغتنا يعني فاهمين هو ما كان متوقع. فعاد الحين لو قتل ستة في هالجيم بياخذ ال $100 ترى مشهور سيوراي حبيبنا والله سيوراي. ايه واضح اني بجيب ستة. فضحتونه. واضح اني بجيب ستة يا سيوراي. اخ فضحوني فضحوني الشباب. سيوراي سيوراي تسجل الحين ابرفع عليك كوبي رايت. اوف لا سترايك بيجيك. او ماي جاد قلبي لا ارجوك. عطني $200 ولا ترى بعطيك سترايك. اوف والله صراحه نشد. اخ رحت بيها يا شباب. شوف فضحتونا يا شباب لما ادخل عند واحد لحد يقول سيوراي مشهور ولا بنزلك على اليوتيوب. اخ شوف الكل شات. طيب احم لا اله الا الله عنده سلسلة دعم ستريمر العرب والله نعم والله يا سيروي الله يعطيك العافية. فضحتونا تحدى ناس محترفين وكذا مو مثلي شرباي. اوه وفضحتونا يا واحد تكفون بقولي كل والله زرفوا كل الكلات وابو عبد الحين رايح فيها تكفى. يلا ابو عبد ستة والله تقدر. خلاص شوفوا بقول شيء. السلام عليكم سيروي الله يعطيك العافية والله شرفتنا والله راح للستريمر اللي بعدي ها. انت له ابو عبد العافية والله تقدر. شكرا والله كان تحدي جميل والله. اوخ وضع تعبان والله. السلام عليكم ايش الحوسة ذي. يو الله يعطيك. ما قصرت يا سراي. يا رب اني قلت اسمك صح. اطلع من الجيم نسمع. خلنا نسمع كيف يقولون اسمي بال سيوراي. سيوراي سيوراي سيوراي. بعت لي اقتراح ترجمة من الماليزية. وضح من الماليزية الى العربية. ما كنت ادري انه في اسم في الماليزي اسمه سيوراي. ابو عبد ما قصر معانا للاسف للاسف انه خسر وما قدر يفوز. صراحة كنت اتمنى لو ان ابو عبد فاز. المهم نروح للستريمر اللي بعده. هو ستريمر كان معنا في الحلقة الماضية كان ضيف الحلقة الماضية أولكر الأسطورة أولكر. فعاد الحين نتحداه وبنشوف شو بيختار. اختار رقم من بين واحد إلى يهو الملول عندي إلى خمسة. الله شلواجي هو الموسيقى ثفان الأب لا كوبيرايت صار من ما شوف كم كم الكلام اختم واحد الى خمسة على خمسة شفتها اوكي ثلاثة خمسة انا في بالي الصراحة ثلاثة انا عارف لك اوكي ثلاثة اختار رقم ثلاثة اللي هو تحدي القتل يهو. طيب خلاص شوفوا الحين بنتحدى بنقول لو قتلت ستة بتاخذ $100 لو قتلت ست لاعبين في هذا الجيم لك $100 رصاص. اوكي ممتاز وافق على التحدي. لو انا قتل ستة في هذا الجيم اللي هو فيه الحين راح ياخذ $100. طيب تحدي عادل ممتاز لازم يفوز فيه. طيب حط لانش باد اوكي لقوا الوقت. ايزي ايزي خلوه لازم ما يقتله لازم يخلوه هو يقتله. فقع فقع لا تركوه. لا ما فقع خلوه 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 يا عيال خلوه وان شوت يلا روح 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 يلا ايزكل ايزكل استخبطت بالبوم وين هو الو برا هنا تحت الدرج اتوقع تعال اي درج ايوه هنا شفت قلت لك انه هنا حلو حلو تعاونوا عليه هنا هنا بني. اوكي قتله قتله اول واحد قتله اول واحد اوكي الحمد لله الحمد لله رجع للستريم رجع هذا لا زبر زبر وراش جرا اوكي فريكل يا خوي سريع سريع سريع
شوي صار في لاج ما ادري ليش. خلوه معليش 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 لا نوكوه اخذ منه كل. طيب حلو قتل اثنين اهم شيء انا قتل اثنين باقي له اربعه تيما ما يساعد ابدا. اوكي في واحد ثاني شوت انا طالق عليه كفو والله كفو قتل ثلاثه باقي له ثلاثه بس والله يقدر. يا سلام قتل اربعه باقي اثنين بس. يلا باقي له اثنين خليفه واللي ضد خليك بيموت في الستورم والله ما يمدينا خلاص بيموت لو عنده لانش باد ولا اي شيء خلاص جيجي خليه. طيب شوف يمكن في يمكن عندك لانش باد زون والله حرقني توني خليفه لا الاسطوره اولكر للاسف ما قدر يفوز بس ما شاء الله سوى شيء رهيب قتل اربعه وحتى الحظ كان ضده ما لقى اي واحد طول الجيم هو يركض يدور على اللاعبين. فعاد شكرا اولكر والحين نروح للسيمر اللي بعده. اوكي ما ادري ايش اللي صار بالضبط كان مفروض اني انام نص ساعه بس عشان التويتش شوي يتجدد ويطلعون ناس جديدين بس ما نمت نص ساعه نمت 10 ساعات ما شاء الله. مو بس الناس جددوا لا طلعوا ناس ما اعرفهم حتى. اوكي فعاد الحين معنا متسابق جديد اللي هو نواف بنسوي الدونيشن وبنشوف شو يختار من الارقام. اختار رقم من بين 1 إلى 5. اوكي يعطيك العافية على الدونيشن. دقة ميب صاحية. طيب بيب مبزرق اختار رقم من 1 لـ 5 اختار يا عيال. اوه لا هذا شكل لا يوتيوب هذا. اربعة شو خربيتهم كيف يعرفوني؟ اربعة لا 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 يلا اربعة اربعة اوكي اختار رقم اربعة خلنا نشوف كيف كلهم يعرفون كذا. شوف الخاص قال فضحني قال هذا شكله يوتيوبر. طيب رقم اربعة صح اختار رقم اربعة هو رقم اربعة اللي هو 25 دولار 23. خلينا نتأكد لأن قال يمكن شكله غير. أوكي أوكي اختار رقم أربعة تو اختار رقم أربعة رقم أربعة 25 دولار. أوكي بما نختار رقم أربعة حتى نلا 25 دولار ونكتب له مبروك هذه جائزتك. ما 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 25 دولار يعطيك العافية. أنا بطيك الله كفو كم انت اسمعك ترى يا اخي انا والله اني عارف ذا يا اخي اكيد هو يبث كيف يعرفون يا اخي والله ما يبث يا اخي هذا يا اخي يسوي تحديات يا اخي نسيت اسمه مو ودي انطق اسمه غلط. هذه ينزل تحديات والله اني عرفت هذه ينزل تحديات بالقناه اشياء طيب على 25 قلت انا قال بعد هو قال بوقف. اوكي ما قصرت يا صوره النواف نروح للتريمر اللي بعده. اوكي شوفوا خلنا نسوي تعديلات بسيطة بس. طيب قلنا شوفوا رقم 1 $10 رقم 2 تحدي الكلمات ولو فاز فيه ياخذ 100 دولار غير الدونيشنز اللي بسويها حبة حبة. رقم 3 تحدي القتل ولو فاز ياخذ 100 دولار كمان. رقم 4 خلينا نغيرها نخليها 40 دولار. طيب وتحدي الفوز عليه 100 دولار كمان يعني اشياء حلوة اشياء حلوة. طيب نروح للسينمر اللي بعده واللي هو ايام مع اللو اتوقع او شيء كذا اسمه بنسوي الدونيشن وبنشوف شو بيختار. اختار رقم من 1 إلى 5 دونيت. نشوف شكرا على الدهار. اوكي اقسم بالله التحديات اللي كذا تربكني. يلا اختار الله يسعدك اقسم بالله شكرا ما تقصر. اختار من 1 لـ 5. اوكي خلنا نشوف شو بيختار. انا اقول لك اختار 3 انا دائما اثق في رقم 3. يلا 3 3 بسم الله. اوكي خلينا نشوف رقم 3 شو. تحدي القتل ياهو. طيب ايش اسمه خلينا نسوي الدونيشن. والله اقول لكم شباب الكل اختار 3 ايش السالفه. شكل بلعب بالاماكن. اوكي المره الجايه بغير شوي الاماكن. الاحظ ان الكل اختار رقم 3. لو قتلت 6 في جيم سولو عادي لك 100 دولار. يا لازم انت ها وين وديك انا قايل لكم عيال.
لو قلت ستة قال لك قال لو قلت ستة لك 100 دولار يا ابو لا مو كذا قال لك مكره التحديات تجيب لي الربك فهم غلط يلا والله نورت المدري اي شيء وين يلا تعال هنا تعطيك شيء وقت ستة في جيم سولو عادي لا تعطي شيء معي صار عادي يا عيال يقولوا صار عادي معي سولو يبي ايه اوكي حلو اتوقع الحين فهم والله الاطر يلا يلا راح يمديك والله يمديك راح يمديك راح يلا باذن الله طيب اتوقع ان هالمره الامور طيب اوكي صفينا الامور المفروض يعني ترى هو اللي دخل على ريبر يا عيال تذكرون ريبر قد دخل هو دخل عليه دخل على ريبر يب يوم ريبر ريبح سته وفاز بالجيم طيب بس يدنا لان يدي مره جامده الحين اوكي روح روق خذ وقتك العرب تدعم ستريمرز والله شكرا ما تقصر عفوا عليكم بس ايش بحط كود متجر سيو لا تنسون والله دعم ام الستريمرز كمان اوكي الوضع تعبان عند الوضع تعبان اشرب من سيوراي والله اسطوره سيوراي ما تقصر والله صدق صدق ما تقصر مع العرب ابدا يلا يلا يا صورة اوكي اوكي تقدر تقدر والله توتر هذا اللي عنده ما تعرف ايش معه اسلحة ولا ايش سالفة هيزي والله اوكي قتل اول واحد قتل اول واحد بكل سهولة باقي له خمسة بس باقي له خمسة اوكي فوق هو جدرب فريمات لا يوه كفو والله اوكي معاه شيلدات اشرب اشرب قتل اثنين باقي له اربعة متخلف كفو 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 لا ضيع لا ضيع ايزي ايزي كل ايزي كل قتله قتله والله الخلط يفوز يا شباب ما الدمج الا طلقة واحدة باقي له ثلاثة بس والله باقي له ثلاثة ويفوز الجيم يعني يفوز بتحدي واو حلو ما دمج ما دمج كثير كفو عليك انزل 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 ايوه اوكي هذه حلوه معقول يقدر معقول باقي له ثلاثه بس لازم بس يركز شوي لاج والله لاج في ديلاي ترى ترى جد في ديلاي في اللعبه صاير خلطه اوه واو ماي جاد الحمد لله باكم باد جد كان قريب يقتله باقي له شوي بس والله كفو عليه اوكي نرجع في واحد ثاني يقدر عمله والله يقدر والله يقدر يا شباب باقي له اثنين ايه كفو والله باقي له واحد بس باقي له واحد ويفوز يا عيال يا عيال اخر كل يا رب يا رب يا كريم اني اجيب تحدي ايزي صاروا ثلاثة تقريبا تحرك لا توقف تخيل الجيبة تخيل الجيبة لا والله حرام مرت وراه كان لازم يقدم كمان شوي واحد عنده مبروك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله انتبه انتبه ركز لا تستعجل اخ لا تستعجل هدي اوكي شوي استعجل هو اوكي صح صح هذه الحركه لا كله انقلب والله حرام كان يفوز الا شوي والله لاق زي ما انتم شايفين اخ لا والله تقدر والله تقدر كمان كمان تقدر والله شال شلداته يا شباب يهيل ما تحتاج حتى تروح الزوم بس تقتل هذا ايزي سكو والله قتله يستاهل
والله يستاهل. جاد والله قتلها حلوة. مبروك الميت. والله كسبها. والله قولها يا شباب دورارها. اوكي اوكي خلنا نشوف. اوه 100 دولار. ايزي والله. والله كفو يا اخي اقسم بالله شكرا يا الله. والله تستاهل الصورة. والله شكرا. الله يسعدك. وحش قلوب فجر ام الشات قلوب يا عيال. اقسم بالله كفو. الله يسعدك قلوب يا عيال قلوب. اقسم بالله كفو. والله مرجلة. واو اقسم بالله صدعت عيال. دام يا الشات. والله قلوب قلوب. اوكي الاسطورة يا معلو ما قصر وكان اول واحد يفوز بتحدي القتلات. شكرا يا معلو. والحين نروح للستريمر اللي بعده. شكرا للستريمر الماضي والحين للستريمر اللي بعده IKH Gaming ابو مصعب. الاسطورة ابو مصعب. بنسوي له دونيشن وبنشوف شو بيختار. اوكي سوينا دونيشن خلنا نشوف شو بيقول. راح العب كرييتيف. سيو اختار رقم من 1 to 5 خير الامور اوسطها رقم 3. اوه ماي جاد شكرا على شكرا على ال 1 دولار. يوهو الكل اختار رقم 3 شو السالفة. خلاص شو شوفوا. اوكي ما حد شاف. طيب ما حد شاف ثواني. اوكي اوه ابو مصعب اختار رقم 3 تحدي الكلمات. طيب اوكي حلو شوفوا تحدي الكلمات هذا. تحدي الكلمات تحدي سهل. الستريمر يعني لو قال الكلمة اللي انا حاطها في بالي بسوي له دونيشن بعطيه تلميحات كل شيء تلميح تلميح تلميح. لو قال الكلمة هذه اللي انا حاطها في بالي بياخذ 100 دولار. اوكي اوكي جت في بالي الكلمة اللي هي ريموت. لو ابو مصعب قال كلمة ريموت لو قال كلمة ريموت بياخذ 100 دولار. الحين شوفوا معنا 10 تلميحات لابو مصعب نقدر نلمح له 10 مرات يعني نسوي له 10 دونيشن كل مرة نقول له كلمة كلمة كذا لين ما يقرب من الكلمة. لو قال ريموت بياخذ 100 دولار. اوكي التلميحة الأولى غير القناة. يمكن شو يمكن يقول شو شافني ريموت ولا شيء كذا. فعاد التلميح الأولى غير القناة دونيت. كي خلنا نشوف يمكن بدك فتح خبز. ايه معلم لازم واحد مثلك يعلمني. غير القناة. ما فهم ما فهم. What do you mean غير القناة يا برو. طيب ثواني ثواني ولا غير رقم قصدك. دوخ استس شباب حدا فهم؟ دوخ أول شيء اللي اختار رقم من 1 to 3 قلت له 3 هلأ اللي غير القناة. ثواني ثواني خلنا نجيبها. غير القناة. أوكي هذه يبالها تفكير جد. يبالي أعطيه شيء قريب مرة للريموت نقدر نعلي فيه الصوت. والله اللي يدوخ. أوخ أوكي نقدر نعلي فيه الصوت. دونيت ويلكم يا جورج. نقدر نعلي فيه الصوت. اوكي غير القناة ونقدر نعلي فيه الصوت. في شيء له علاقة بالريموت كنترول يا شباب. اوه قالها ايه نقدر نعلي فيه الصوت. والله قالها ما توقعت يقولها صراحة. بس ما اكون جبت العيد. والله ما توقعت يسويها. والله هل بتقول عم يضحك علي عم يقول انه صوت. والله قالها. اوكي مبروك. اوف كاني سهلتها كثير انا. طيب نزول دونيشن يلا مبروك عليه. قال لي كلمه السحريه 100 دولار ايزي والله. ايوه الريموت. شك شك ران. طلع الريموت. برو شكرا على 100 دولار. او ماي جاد سي يو برو يو دونت هاف تو دو ذس. ربي يسعدك حبيبي شكرا على 100 دولار قلت لكم اني ذكي. 200 اي كيو بيبي 200 اي كيو. والله ذكي والله ذكي ذكي جدا. بس كان لازم نقول له نغير فيه القناه. يا برو شكرا و حبيب قلبي والله ثانك يو شكرا على 100 دولار سي يو. والله جد ربي يسعدك ذكي جدا ولك انت الذكي حبيب قلبي. ربي يسعدك يا سي يو ثانك يو برو شكرا 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 جزيلا. والله استغرب مصعب ما توقعت اعرفه من ثاني محاوله بس. يوهو ما شاء الله.
اوكي شكرا ابو مصعب ومبروك ال $100 ونروح للستريمر اللي بعده. اوكي شكرا لابو مصعب والحين نروح للستريمر اللي بعده. اس فريدي شغل تحت كي ال ما ادري يمكن سعد اتوقع كذا بنات الدونيشن وبنشوف ايش راح يختار. شوف كيف تلعب بالسرعه دي ها او مات مات بليز مات كلهم حاطين نفس النغمه سبت اللانش فاك داني 2 هيد شوت وات ذا فاك اختار رقم من 1 to 5 ايوه شكرا على الدونيشن عفوا الى 5 ناسف يا صديقي الجيم هذا شيء جدا سيء اختار من 1 to 5 اختار واحد من 5 ايوه 2 2 اوكي 1 1 واحد واحد ولا اثنين اوكي اختار رقم 1 تفاجئ ذكرني ذكرني يوم ادخل امتحان طيب اختار الاجابه الصح بدل اشرب عليها واختار الاجابه الغلط لو اختار رقم 2 كان ممكن تحدد القتل ممكن ياخذ $100 بس لو اختار رقم 1 اللي هي $10 فعاد يب نعطيه هديته اخ ما عندي موارد لا بالغلط سوى دونيشن $1 شكرا هذه هديه وشكرا يعطيك العافية شكرا حبيبي شكرا بالغلط بدل ما تسوي الدونيشن $10 سويت الدونيشن $1 والله عيب لازم نعوضه يا شباب لازم نعوضه انا كنت بسوي الدونيشن $10 اوكي سويت الدونيشن $1 بس والله عيب والله لازم يتعوض الحين يا شباب انا ما كنت منسي راي اسف اسف نسيت احط الاصفار دونيت والله عيب عليك يا سيراي وحشه قوي 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 لا لا حد حد كان معنا سيء الاول شيء وات نسيت والله اسف نسيت احط الاصفار اوكي اتوقع كذا اتوقع كذا خلاص صلحنا الامور ها واو يعني دنيشن جامد والله اكيد تستاهل انت متاكد يا صاحبي لا يكون غلطان لا والله شو انا اول شيء غلطت بعدين صلحت الغلط اوكي شو الحمد لله والله اوه شت في واحد شاهد على الجريمه اللي سويتها انا يا رب ما يعلم علي بس عم تستحق يا عم يا عم كثير تستحق والله والله اوكي ونكمل الستريمر اللي قبل اخذ $100 والحين نروح للستريمر اللي بعده اللي هو بي او دبليو بي بنسوي له دونيشن وبنشوف ايش راح يختار اوكي سوينا له دونيشن خلينا نشوف اختار من الرقم 1 to 5 يب 4 4 اوكي زمان ما سمعت رقم 4 زمان 44 دولار على طول روحي تشيك بوينت مبروك والله شوفوا ذكي شوفوا كيف صامد كذا كالصخرة تحسه تحسه واحد يعرف ايش يريد تحسه جاهز قبل ما ادخل عليك تحسه يعرف الارقام احييك والله تستاهل والله تستاهل تفضل هذه جائزتك حبيبي سلم عليك $40 حبيبي يا سيزون من سيزون حبيبي يا معلم حبيبي سلم عليك على $40 شكرا يا معلم شكرا نورت الستريم الصخرة تحية والله والله تحية اوكي ونروح للستريمر اللي بعده ابراهيم لايف تعرفون كم ساعة مرت وانا اصور في المقطع هذا مرت حرفيا 24 ساعة يعني بالله حطوا لايك لايك بس كذا لايك سريع خلونا نوصل 100,000 لايك المهم معنا الستريمر اللي بعده اللي اسمه ابراهيم لايف وما شاء الله تقريبا صار 6-7 ساعات مدري كم هو جالس يسوي ستريم انا تراني اروح من الستريم لثاني من الستريم لثاني ولو تلاحظون اني ما ادخل الستريم اللي يكون فيه سيرفر خاص وكذا لان ما اقدر اني اتحدى شايف العنوان يعني هو كاتب سيرفر خاص هنا لاني ما اقدر اعطيهم تحدي لانهم يكونوا داخلين سيرفر خاص بس ما شاء الله عليه يعني كان جد شغال حرفيا شغال فاتح بث لفترة طويلة فتوقع انه يستاهل دونيشن على طول من دون اي شيء ثاني $100 هنا والرسالة بتكون
استمر يا بطل. دونيت. اوكي اعطنا دونيشن. ما شاء الله. لا لا والله يستاهل. او ماي جاد. Damn, nice one. Oh my god. Yo. والله يستاهل الصورة ما شاء الله. اشوفه جد من فترة طويلة هو فاتح السريم حرفيا يستاهل يستاهل. لا يا ستي مرة متكسر. اوه يا عيال عرقت. اوه يا عيال عرقت يا عيال. اوه ماي جاد يا قلوب يا يوسيو. لا يا ستي لا يا ستي دنيا واخرة والله ما قصرت ابدا. لا يا ستي يا عيال. وايز مرة ما قصرت ابدا. سمني يا وطن حبيب والله الله يسعدك. اه يا يعني زمان ما سمعتها. من زمان ما سمعتها. حبيب الكل حبيب الله يسعدك سيو. هي خلاص سيو الله يسعدك هي. او ماي جاد. يو يا العيال. اوه ما اقدر اصور لا احس اني اريد اضحك. طيب الاسطورة معانا هنا اسطورة الاساطير كيمودا. اوكي شوفوا صح ان كيمودا كان في المقطع الماضي بس صراحة يا شباب ترى والله شيء صعب انك تدخل لتويتش وتلاقي واحد يكون عنده مثلا يسوي سريم فيس كام مع مايك نظيف او شيء كذا شيء نادر او صعب والله قاعد طول اليوم ادور وكيمودا بيكون صراحة انسان مناسب كثير. اوكي شوفوا اخر مرة كيمودا تحدانا جيمين اتذكر ايوه جيمين وما فاز. طيب هالمرة بنشوف بنعطي الدونيشن وبنشوف شو بيختار من الأرقام. دونيشن؟ سريع! اسمع تسوي لي حركاتك هذه يا ولك يا سريع ما في تختار رقم ما تختار مش عارف ايش ولا تسوي لي التحدي حق أول ذاك أعطيني إياه في الوجه ها سريع؟ يا بوي اخ توقعت والله والله توقعت يلا اختار يا فان سوري اعطانا 3 دولار درينش يقول اختار رقم من 1 الى 5 هو شوف هو في تحديات عم تقعد 1 و2 و3 و4 و5 هي ايش ارقام للتحدي ذكي طب ايش اسهل تحدي سوري انت ايش تقول 1 ولا 2 ولا 3 تعال ايش تقول تعال 3 ولا 4 انا امشي مع المتابعين يلا ها اخر ثلاث اخر ثلاث من عندي ليه تعرفوا انتوا التحديات كده ايش هذه بس دخله حلوه لك يا سريع لا ترى واضح اوكي يا عبد الله اخيرا رجعت التعريق والله ما عندك اي تعريق يا حبيبي انت دخلت لقمت في خشمي حتى مو اربع 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 فردوين هانس خلاص نثبت تثبيت عيل اربع نثبت ها حراج هو ها نثبت شوف ايش بيختار خمسة بيجيك 250 دولار طيب واربعة كم ايش هي حراج عيل سوري دحين جالس اضحك كذا من ورا اسمع خلاص اربعة سوري رقم اربعة اربعة سوري اربعة سوري خلنا نشوف روح عند تلتد ورو اقتل 15 شخص بعدين روح عند بليزنت واقتل 20,000 شخص بعدين ابغاك تنزل هاي سريع يلا اربعة 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 المتابعين يقولوا رقم اربعة نمشي خلاص اربعة اكيد اوكي خلاص هو قال اربعة صح قال اربعة طيب كم مكتوب اربعة هنا مكتوب 40 كم دولار
اوكي اوه ما اعرف اقرا شكلي انا. اربعة مكتوب 100 دولار. اوه مكتوب 100 دولار عند اربعة. طيب اوكي تفضل هذه جائزتك. والله يا شباب اني ماسك الضحكة والله. قلت اربعة انت ليه؟ يا سريع كم يقبض 100 دولار دريشن يو وات ذا هيل. يقول تفضل هذه جائزتك يا عيال استحقها. اوكي انا ما سويت شيء. لو كان في مبلغ اكثر من 100 وينكم سريع. الله يعطيك الف عافيه والله والله كثير يا سيدي. جزاك الله خير. يو ثانك يو سو ماتش دود. ثانك يو. اوكي اتوقع انه بيفرح يوم يشوف المقطع ويشوف انه ما في مبلغ اكثر من 100 دولار وانه اختار اسهل اختيار كمان. بتسوي ايمي بالله شيء اسطوري والله شيء اسطوري. يعطيك الف عافيه. يعطيك الف عافيه يا قلبي والله مره كثير. ثانك يو سو ماتش من جد والله من القلب. الله يعطيك العافيه. مامان كثر خيرك ان شاء الله يا امي. ماي بوي كم قبل 100 دال 100 ذس فكن دو ذس فكن دو الو فكن جو. اوكي وشكرا كيمودا للسنايبر العربي الافضل. وخلنا نشوف الحين كم وصلنا تقريبا. وصلنا 600 دولار ولا لا؟ يعني ما اسوي كليك بيت ابدا مستحيل مع كيمودا. اوه عدينا 600 كمان. اوكي نايس فيري نايس. كذا نكون سوينا دونيشن 600 دولار الحمد لله. كان مقطع رهيب. اوكي لا تنسوا زر لايك على المقطع. واللي حاب يدعمنا يا شباب وحاب يدعم سلسله اللي هي شو اسمها السلسله ثواني خلينا نذكر سلسله دعم لاعبين فورتنايت العرب. لا تستخدموا كود المتجر سيو اس اي او. كود المتجر اس اي او اجين. اللي يستخدم كود المتجر يكون يدعم سلسله التحديات او دعم لاعبين فورتنايت العرب يكون يدعمني بشكل كبير. واشكرهم بشكل كبير مره اللي حطوا كود في المتجر. ما اطول في الكلام كثير. اللي حط لايك شكرا. اللي شارك في القناه كمان شكرا. اشوفكم في المقاطع الجايه ومع السلامه.